الأمجاد قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحان ربا إلهي إذن بركه إن إذن لقى يبسهدو آيات إيو حديث صومالي ذا إنت بدن دبعن أيو عسكدان أما يو أدلي الشدان حالات دا مركاس اللي ذا تأي قفك أكسو غنيهي حالات وحا جرتا قفك أكسو غنيهي فخري أما قاجا أما رفاد أما ربا أما تسال أهان مسلمين تقود أهان عالمكم مركا لفيريو وحي كسو غنيهي حالات ضعفية صومالي ذا خاصة وحا كدا دعسن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر dibtan waa balan ugu tala galay anaga rafaad kaan ugu tala galay tacliina laga hadlaaya waxa la leeyahay gaaladii waxa ay barteeno nolosha wanaagsan ee heestaan waxa leeyeen la adduunya sijnul mu'min wa jannatul kaafir ana waxaan ugu tala inaan waxba baranin ba waxa uu iimaaneysa ganacsigi iyo noloshi kala duu iimaaneysa waxa uu leeyahay la adduunya sijnul mu'min wa jannatul kaafir anaga waxaan ugu tala inaan liidano baaba sanaano ayaan ugu tala galay waxa ka sii ajeebsan sidoo kale kuwa aayada soo dariishan aayado ah allah wuxuu leeyahay subhanahu wa ta'ala يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون آيداً آيداً كاريت دبعاً لبداً آيداً مركز في رسول وحاقف أسوق هذا هي يعلمون ظاهرة من الحياة الدنيا قالوا والله قلت لك قري دونك هي قانان سلاسوا إلهي قلت لك قري أو وحوا على ليه هي يعلمون ظاهرة من الحياة الدنيا والله فوذي وحان أو ما إلهي سبحانه وتعالى آيد ديسا أيا وحا كمدا إن قالوا لو فوذي دونك مسلمين تنلو عريدي أو مسلمين تنلو قربي ما سلاسا كوعد سبحان الله ما هي تهي دلني مداسي يو أخبرادا ليذا شدنا عصو كلا وحاجة مهما عربي دهان الغريق يتعلق بكل عود قفك حفنا أيها خرق كوجر بيها أنا دواشنا قرنين وحوس كذا جيد البو أركو قفص هذا سو مالين واحد دهان نندات قاضي حب عسكي معناه قفك عن رفاد يدب يوحو كل سجاي أنا لش يساب بأيسا مركو لمرة بقى wuxuu isku dayaa wax marka hadduu arko xumbadii wuu qabsanayaa hadduu geed arko wuu qabsanayaa bacbac hadduu arko oo biyaha sii dhex socota wuxuu isku dayaa inuu qabsado muxuu ka raadinayaa nolol inay badbaadiso ka raadinayaa wuxuu isleeyahay waa wax taraya wuxuu isleeyahay wax bii ku taraysaa waad ku badbaadaysaa ayuu isleeyahay waxa maanta marka aan noqonay mujtamac sidaas ahoo noloshiiba uu arko ama ka dhigtay in liidasho iyo dulinimo iyo rafaad ilaahay uu noogu talagalay sidaas soomaali badan ay ka dhaadacsan tahay waxaadna ku arkaysaa fiidiyowyada qaarkooda baraarujinta ama dhiirigelinta marka aan soo duubno qofka wuxuu leeyahay maya annaga adduunyana loogumaba talagelinba oo maxaad u nooshahay haddaan adduunyana lagugu talagelin ma iska dhimat maxaad u nooshahay haddaan adduunyana lagugu talagelin macnaha ilaahay subxaana wa tacaala adduunka nolol uu ku geliyey maxaa sabab subxaana allah الله وحوليه ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وحملناهم في البر والبحر محلو لجيه ذا كرامة ابن آدم الله سيه محيطها وأما حي وحمل لهم في البر والبحر وأما حي رسولكم مركوا الدنيا خلقت لكم محلول جيدة معنى إذا وأما حي أرنت أن أنكم فهنسيوا آيات دانا قال المسلم ويسوق ليس قرآن كلا ما هل لقوا كلي قال هذا سيدا وكلا لما هل لقوا كلي مسلمين قرآن كوحو البؤ ومركاس النولة أيو نلشو ذي هي كهلا تاريخو كهلا دينو كهلا الدونو كهلا عبادو كهلا وحو البؤ كهلا قرآن مركا يعلمون ظاهرة من الحياة الدنيا وأيو مسلمين وحا جرتا أما جري كرتا adduunka noloshiisa yaqaana oo si fiican u yaqaana aakhirana gaafilin ka ah waxaa kaloo jiri karta muslimiin adduunkii yaqaana aakhirana sidoo kale yaqaana dabcan waxaa jira gaala adduunka yaqaano tafku ah laakiin aakhiraanan aqoon wayna badan yihiin waxaa kaloo jira gaala adduunkii haba yaraatay aanan shilin iyo shaqo aanan ku lahayn aqoonba rafaad gaajo iyo bushaarad la baaba'aya aakhirana gaafilin ka ah hadda adi isqabadsii marka ogow waxaad ogaanaysaa إلهي تبارك وتعالى مسلم كدلني ما وما أبورين مسلم كرفاض وما أبورين وحد دعاية مثلا تسأل أهان صومالي حد عنا أبارة دعية سنة كان تسأل أهان قفا وحسود لي شنا الدنيا سجل المؤمن وارنا وقلت لك أنا غصان عقلي وقلك سي سبحانه وتعالى حدات كشق يسين ويسي إلهي أيضين إلهي صار الحمان إلهي عقلي وحكوسي جي كون الشيء جي إن عقلك سي أو تكون فكرته وفي يعني
عقلك كسيي إنك كفكرتو أو أذوق كجرتو أو الضلال كسم يسكتو قريت بيسكتو دات كأكجشو سير لسقام موسى لها بيها سير أبارت اللجوهر تجيلها وحاسر أن عقلي هو سامح لها أيو الله كسي سبحانه وتعالى سير أوف هنسنت مركم على ما سمينس حديث كان أنكوف السيرو ابن حجر العسقلاني أيام مالين مال محكمة إلا أن تهجروا وحا قاضية أصوى فرز كيسة سارانو سفي عن أولا بيسانو قروح إيها يبدأ يكام مقاطو أيام مالين وحو صومري جدكي أو أغسو علي مركز محكمة ديسا أو قاضية كأها مركز وحا أركي نم مسكين أهو طبعان أهو بسارد يكام مقاطو فقري إيقاجة يكام مقاطو يهودي أركي انتو إستاجو يري ابن حجرو سو دين تينا إسلام كأه أو رسول كينا سو مرد هايو الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر صومت هاي رسول كينا سلا صوم أمي سندين هاي وجري أنا جانا جنة أنا كجرو وام حي أو محيط هاي أنا سجن كي حبسي أت كجرتو محيط إلى أن بروا خذن إبشارا أن يورا جانا كم مخطط تاجر من أنا كم مخطط أنا ماشي أنا لفت يا فقر إيو قاجة إيو رفاضة محيط مركز ابن حجر حقوق فسر متقنا سبحان الله سبحان الله حقوق فسر متقنا لذا إيفر وحولي هاي نم عبا أن كسو جنة حد يرتن iyo barwaaqadanad u jeedid marka loo barbardhigo hadda muuminimada ku dhimana waxna sugaayo ee janno iyo khayr ah sijna ku jirna macna adigana xaaladan hadda aad ku sugan tahay ee rafaadka tahay ahate ama nimca ahate waxa hadda ku sugan tahay rafaadka dabcan marka loo barbardhigo naartii cadaabta ku sugeys hadaan islaamin hadda waxa aad ku sugan tahay maxay jannad ku sugan tahay macna rafaadka hadda aad ku sugan tahay janno ku tahay cadaabta marka loo barbardhigo ku sugeysa waa sidaas haddii aan kugu daro hal iyo laba shay waxa jira oo muslimiinta laga mamnuucay khamraha caabin adiga kuma fiicna zinaha sameyn adiga kuma fiicna marka xoogaaga sijinka laga geli ha u maleeyna in sijin laga geli inaad shaqaysato ha u maleeyna in sijin laga geli inaad nolol wanaagsan ku noolaato ha u maleeyna in sijin laga geli oo xabsi aad kaga jirto in aqligaada aad ka fakartiso oo aad shaqaysato oo aad horumar gaarto oo wax barato la shaqo isku ma lahan shaqo isku ma lahan haba yaraatee marka han noqonin nin dad qaaday xunba cuskayo waxa u daliishanin aayadka alle ee ahadiith rasuulka kaleeyhi salaatu wasalaam nolosha annaga he waan noogu talagalay in aan saa u baabacsanaano waan noogu talagalay in aan saa faqir u ahaano waan noogu talagalay la macquul ma ahan kama aanan hadleen hadalkan maanta hadaanan arki lahayn dad badan oo badan oo badan oo badan oo Soomaali ah oo ka hadlaya xadiithkan ee aayadan ba u fahansanba si kale u fahansan waxaan doonayaa ina dan noqon qofkii fashilmay eediisa marka asag maadaama oo fashilmay wuxuu eeda saarayaa maxay qof kale oo farta ku fiiqay leey qofkaas aniga waxaas ii keystay oo qofkaas waxa igu sameeyo aniga ii wax la mid ka la waxay macnaheedu tahay ay tusay sama taqaana inaad ilaahay eedeenayso marka sida wax u dhaliishato ilaahay waxaad ku eedeenaysaa in rafaadka aad ku jirto ee dhibaato aad ku jirto aad leedahay ilaahay ka dambeey waxaas la la aqliga gaalka la siiyay ilaahay ku siiyay nacam aqliga gaalka la siiyay ayaa adna ilaahay ku siiyay subxaanahu wa ta'aala haddaan ka aqli badneen maxay waxaad kaga aqli badan tahay adiga adduunkiina waa lagu siiyay oo aqligii aad ku fakar lahayd wax ku soo saaran wax ku baran lahayd lagu siiyay aakhiradiina waa lagu fahansiiyay hadiyada lagu siiyo islaam aa laga dhigay baynama asaga adduunka kaliya uu fahansan yahay diliba qaar ka mid ah waa ogow gaal walba ma aha ha hadday sidaa tahay oo imaabal gaarada afrikaankii eeshii joogee rafaadsanee faqriga ay ku nool yihiin iyo rafaadkii nolosha ay ku jiraan la yaabaayo ee aad ku liita bal fiir ayagana sida yihiin marka qaarkiisa waxaa dhacda oo jirta ma taqaanaa qofkan waaqica uu ku nool yahay aqbalaa macnaha waaqic wuxuu ku nool yahay iska liita marka wuxuu raadinayaa daliil uu cuskado uu dhaho waxaan waaqican aan ku jiree faqriga ama rafaadka ama gaajada ama dhibaatada ama aqoon la'aanta ah waxaa u daliil ah inaan ku jiro diinta ilaa sidaa ii ogol diinta ilaa sidaa igu tirib laa xawla walaa quwata ilaa billah war diinta aan lagu been abuuran yaa diinta been laga sheegin dabcan waan hubaa cidda saa dhahaysa diin ma taqaano macnaha hadday garan lahayd way fahmi lahayd alle subxaanahu wa taala wuxuu ula jeedo aayadda dhammaan akhriyay muxuu alle leeyahay ma taqaano awalam yatafakkaruu fii anfusihim maa khalaqa allahu samaawaati waalard wamaa baynahuma ilaa bilxaqi ajalin musamma aayaddaasi muxuu leeyahay ma taqaana marka laga soo hadlay yaclamuuna daahira min alxayaati dunya adduunkay yaqaanaan daahirkiisa yaqaanaano aakhirana gaafilinay ka yihiin aakhira gaafil maad ka tahay ma ka taha aakhiro ma sa jira muslim aakhira gaafilka ah nacam uu jira ha u malayn marka gaalada keliya middaasi waa kow midda labaad haddaan kugu daro aayadana aayaddan dabcan aan ku fasira labaad ee ku xigta awalam yatafakkaruu fii anfusihim war dadka may fakaraan nafsadooda may u fakaraanoo wax gartaan oo ay ku fakaraan maa khalaqa allahu samaawaati waalard wuxuu alla abuuray ee samaawaadka
أفيرس أرلاذا ما فيريان أي فكران فكر محاكو فكريسة سأقول فكريسة ما إنها تكفى كريسة لا خلبي أتكفى كريسة عقلي قال أوكو سيا فكر ماشي على قد هنا يا آيات ده دان كوسا وجدان كلا وحيد تهي الله حليم تخانا وإن كثيرا رماتك آيات ويا وإن كثيرا من الناس وإن كثيرا من الكافرين إلهي مرهب وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون دتك أنت وضبضا وإن كثيرا من الناس دتك أنت وضبضا بلقاء ربهم لكلن كربي وضع ياه لكافرون أي ديدين هنا قالكو يهين وإنكرسين هنا أو فيرسو دتك هيدت كاسي وحاجرة طبعا قال هذا إن ديدين هنا إلهي لكلن كيسا أي بانت هايان وحاجرة كوصي لأسوك المسلمين شيغانا إن مقع مسلمين ماذا أو إلهي لكلن كيسا بان لا هايا ويجرتا وإن قمي ديهين عديك حدادنا أغن ويجرا كتبت خارج كخرينهن، خارج هذا نور وكل جوجو درس آتين لقيا بخارج هذا حدث ورئيسته، وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون مرك أيضا هي آية كهرئيسي كما هل ليسوا كليا قال ذي أقاسته قال ذا لغوت رجل الله مرك في آية وحكاه اللي سامحي يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا ظاهرا من الحياة الدنيا يعلمون وحجرنا يان ظاهر كأدون كذلك أدون كجرنا يان لكن وهم عن الآخرة هم غافلون قف والبؤ آخرة غافل كأهل ونرشع سيأدونك أنكلي أركا إلهي سبحانه وتعالى دينك سكجيستي أيا لولجي هذا قال المسلم بها كو سيدا سوكالي حدي أي تيدا عاد أفهان سنتا أماد أمريني سأيتها قال هذا كلي لولجي هذا ومسلمين أدونك أيسان بأهم إيري وحبف كفهمان وإيسان أهين إيني وحبرتان أيسان أهين إيني نولاذان أنكو سيئ بالأرين كلي حديث كلا أنكو فهنسيه أو حديث كي دب عن ضد أي خالد كوفه سنايين حدان أصلاً عن حديث كلا كوفه هنسيه نوع كلا كانوا يقولوا يا محمد الدنيا سجن المؤمن وجنة في السماء وأساسه فنان في الحديث هذا وحدو إيمان إيسا حديث كان رسولك أقوله صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من يد السفلى قعنت السريسة أياك خير بدن قعنت هو سيسا مركب معنى هذا مية قال ما دام إن رجع عن سريان أو أي معاون إجرجار إن السيان حتى هيك أنا خير بدن أو جنة جلايان أنا جنها تيلا خير بدننا مية معنى هذا أفر سمرك خلت كآيات كحديث اللي ضد بدن إيسو مالك فهم سيهين إلا أن تاسك الله نيسا اليد العليا خير من يد السفلى سلاسة كرا لانيسا مرك أفيرسو مرك خاركيسا وحا لغيابا قفك مسلم كاه اي دين تيس أخوانتان أولا حين إنو إسخو قنعية وحبيراتي آنان جرين بل دين تيس أي ممنوع لي أصحابتي وشخي سنجرين رسولك عليه الصلاة والسلام وشخي سنجري حتى أفيرسو دين توحي أمانيسا أو كهل ليسا نبيي كهل ليسا قري قري جري نبيي كهل ليسا حرف ظلها شقو أي كهل ليسا دين تينا دينتنا كما حد ليسو يعني اسكا فريسو وحلقو بيرو او وحلقو سي كما حد ليسو لا كما حد ليسو سبحان الله مركان يان لو تيرين وحين دينتنا شيغن يونو قفنا اسكو دين انو دينتا كوريحو دينتا سيدا اماليدتو نعم سيدو كاري وحان كار رجينا يا كار ربا حداد الى فهنتي آيات كان اي حديثتان داد الى فهنتي قارسي سومالي دا بضن كودا محايير اي حديث كان اي آمن ان بضن ايا خلد افهنسان سيدو كاري ayadan in badan aya khalad u faansan dhagaha Soomaali badan ku shib oo gaarsi meel walba ku tur videogan gay hal ar macquul ma ahan in qofka Soomaaliga oo diinti sida jahil aga hado oo la soconin wuxuu Ilaahay iyo Rasuulka ilayhiin hadan sidoo kale u soo laabto oo fahankaasi aan tahno waa sax waxaan dhahayna diinta nabo inay soo gaarteen maxayna muslimka dulinima lagu talagay si Soomaali badan u faansan yihiin inuuna shaqaysan lagu talagay inuuna wax barana lagu talagay haddii diintan ma kama is soo baxdeen madiina ma isan imaateen حتى لعل هتي دعى إني مدينة إماتي مدينة ما يصير صور لفتين محا مسلك لو مت القرين إنه صعودا صفرو ميل أذو وحفهمو وحبرتو لو مت القرين الدنيا سجن المؤمن مركب موجودة سجن المؤمن وجنة الكافر حالة أتقص غنتهاي إبر واقع أما النرال أما سلئها تبع مركب لا بر بر ديجو تي آخره مركب لا بر بر ديجو جنة حدد مؤمن ما ذكر لما تمحي محا كسوق عيا جنة هالسي وحي كون تهاي وحد ما أنت هاي ستو مرك واحد كجرتها ما أنت حبسية كجرتها مرك الله بربر يعني معذك وسبيسة تاسي وتا تفسير كيرا أنكو قدر نوام حي وحنكو قدري أو أنكو فانسية كو قصو العلينا يا وليبا إلهي وحو كحرمي أما مؤمن كو كحرمي دور الشيء أيا اللي يري وحاس هتابا وحاس هسمين هذه أنا مصلحة هذهين مرك وحاسيا أول غش يغلو يري هتابا هسمين سجنا كجرتها معنى هذا ما أهن تصار أهن إنها تجاري ولا تسجنات كجرتها حتى أوفيرس يعني معنى هذا ما أهن إنها وحبرته سجنات كجرتها معنى هذا ما أهن إنها تلبسته در أتسميسته صوص عرنك تقدر سجنات كجرتها حتى أوفيرس فهم كمركا الله إذا بركة يا إنسان فهنو إنسان خاضن فهم كنوع عنو كلا وأنا كان
صحدا اه علماء الدين تقول فسران لكن سيدا خلدنا عام بدن 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 مركان أركو والله وين جابا فضلا فيديو وان ده بدن ها أركانه ها فهمان وحلو لجيه ذي قارسي إلهي نهاي ذين بركة إلهي خيرها إذن سيو إلهي سبحانه وتعالى لما أنتنا هنا قد يقول كو الدين تدبر تو فهمه فهمك صحيح أنا خاطة إلهي نتبارك وتعالى هنا عزيه هنا شرفه دل إني ماذا يضعفك أن كجرنا الله سبحانه وتعالى هنا قد يقول هذا نعم واقعا أخبرني مسلمين بضن واقع كجراني أخبرين أو أه نلاش ليدتا نلاش تبعانك نلاش أنا هرمرك لهين وحيا لب بضن النعاس أي مسلمين بضن أخبرين مرك الله سبحانه وتعالى وحن ويدي سنينا إنه نوفل ذي نو سهل نو سخيرو وحل بو وناك إلى هيدن بركة وجزاكم الله تعالى خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صديق ليس ينفع يوم بؤس قريب من عدو في القياس وما يبقى الصديق بكل عسر ولا الإخوان إلا للتآسي عمرت